عالم التجميل عالم يتطور يوم بعد يوم، أكيد مع تطور الأجهزة والأدوات المستخدمة، ويواكب أيضا تطور العلم وإمكانيات الاستشاريين والأطباء، ودائما يكون محور عمليات التجميل حاضر في جميع نقاشات وتجمعات العنصر النسائي. فعلا افتخار يعني هذا النقاش الجميل بالنسبة لكل السيدات في الوقت الحالي، غير طبعا النقاشات اللي يكون فيها نوع من الثقافة. لكن اليوم في هذا اللقاء راح نتكلم عن آخر التطورات اللي وصل لها عالم التجميل، تفاصيل كثيرة بنعرفها مع ضيوفنا اللي منورينا في الاستديو، لكن قبلها تابعوا معنا هذا التقرير. رجعنا لكم مشاهدين، يمكن سؤال كل السيدات والمتابعات اللي يشوفونا الحين ودهم يسمعون الإجابة، شنو آخر شيء؟ ببداية صباح عليكم بالخير وحياكم الله في برنامجنا شاي ضحى. وين وصل نقول التطور في عملية التجميل دكتورة؟ صباح النور وأهلا وسهلا فيكم وشكرا على الاستضافة اليوم. حقيقة اليوم قاعد أقول حق دكتورة بنيرة، يعني وجودنا مع بعض اليوم كطبيبتين استشاريتين في جراحة التجميل، واحدة للوجه واحدة للجسم، شيء جميل. احنا اليوم راح نتكلم طبعا على المواضيع اللي تهم كل الحريم اللي وين ما نروح نقعد. طبعا النقاش الاول والاخير شلون بنسوي كذي وشنو بنسوي شيء، شنو الاشياء اللي نستخدمها وشنو الاشياء اللي ما نستخدمها. بس اليوم حبينا احنا نتكلم عن شنو الاشياء اللي تغيرت في جراحات التجميل، سواء كانت بالوجه وسواء كانت بالجسم. يمكن منير راح تتكلم عن شلون اجتمعنا مع بعض اول شيء على اساس ان ندخل في الاجوبه. منورتنا دكتوره منيره بالنخي في شاي الضحى، ودنا فعلا نعرف شلون اجتمعتوا. صباح الخير، شكرا على الاستضافه مره ثانيه. احنا اشتغلنا مع بعض سنوات طويله في مستشفى العدان. حالات الحوادث، المستشفى العدان مستشفى كبير فوق المليونين نسمه نغطيه، غير اللي يروحون الشاليهات، غير اللي يروحون البار، غير اللي يسافرون، فحالات الحوادث والاورام كثيره. فكنا للفرصه ان اشتغل مع الدكتوره صبريه سنوات، هي ترمم كسور محجر العين، كسور العين، الوجه، وانا ارمم اجزاء الجسم، الايد، الريول. فشفنا بعض ان في تناغم، عندنا نفس الاهتمامات، عندنا نفس الباشن، العاطفه، ان المريض بغض النظر عن جنسيته، بغض النظر عن ديانته، المريض اول، سلامه المريض. نعم. نحس على النتائج تكون النتائج وايد مرتبه، النتائج مرتبه، كل مريض التعامل معه غير عن المريض الثاني. نعم. فجمعنا هذا الموضوع في الترميم واتجهنا فيه بعد هم في التجميل. نعم. الدكتوره صبريه تكمل ان احنا نعتبر اول طاقم. نعم. ما شاء الله. نساء كويتي. نعم. يتخصص في الموضوع هذا. نعم. الجديد شنو عندنا جديد؟ الثوره الحين كلها الخلايا الجذعيه. احنا الحمد لله عندنا الحقن الدهون المشبعه بالخلايا الجذعيه. نعم. لها فوائد كثيره، نتميز ان عندنا الجهاز من احدث الاجهزه الموجوده حاليا اللي تعتمد على طريقه ضخ الماء. نعم. فكره الجهاز كله انه يقلل الكدمات تحت تخدير موضعي، ماكو الم، يستخلص لنا حتى احتمال اذا يحطون الصور الفات جاهز مفلتر. نعم. نستلم عاد وهي تحقنه في مناطقها وانا احقنه في مناطقي. نعم. احنا عندنا مبدا دهننا في مكبتنا، نشفط الدهن من مكان غير مرغوب فيه. نعم. ونحطه مكان. صحيح. ثاني. نعم. مرغوب. نعم. فيه. صحيح. وين استخدامات الدهون المشبعه؟ هي مو بس تجميليه، نقدر. نعم. نكبر الثدي، نكبر مؤخره برازيليه، ممكن نستخدمها على الندبات، الحروق المشدوده تتعدل. نعم. ممكن مقاومه الشيخوخه فيها، حتى علاجيه نحقنها في الركب حق خشونه الركب. شيء جميل. وفي صور عندكم من الخشونه من الدرجه الاولى والثانيه بدون عمليه، بس حقن الدهون المشبعه صارت ركب طبيعيه والالم يختفي. حلو. حتى القدم السكري، قرحات القدم السكري قمنا نحقن الدهون المشبعه بالخلايا الجذعيه. دائما دار القرحات. دكتوره قالت الكلام مش على متم، يعني ما اعتمد فقط على التجميل ولكن ايضا حتى في الترميم والعلاج بعد. نعم. 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 شيء جميل. نعم. نعم. دكتورة صبرية صالح منورتنا في شاي ضحى، ودنا نعرف أيضا عالم التطور أكيد يلامس تجميل الوجه، فشنو آخر تطورات في عالم تجميل الوجه؟ شوفي حقيقة التوجه في عمليات التجميل بصورة. نعم. عامة العملية تكون، يعني نتجه إلى أن العملية تكون أخف وطئا على المريض. يعني. نعم. شلون؟ يعني العملية تكون بنج موضعي أكثر من بنج عام، لأن تقلل من مخاطر البنج العام على المريض. الشيء الثاني بالتكنولوجيا الموجودة الحين والخبرة
وكثرة إجراءنا لهذه العمليات تخلي الجراح حتى مدة العملية تكون أقصر، خروجه من غرفة العمليات أسرع، وخروجه للبيت وللعمل أسرع. يعني الحين في عندنا لانش تايم فيس ليفت مثلا، معروف يعني لانش تايم فيس ليفت، يعني شنو لانش تايم فيس ليفت؟ هل أنا بقصها؟ لا، في أشياء تقنيات سواء كانت حقن، سواء كانت بوتوكس، سواء كانت حقن دهون، ممكن تنعمل تحت البنج الموضعي خلال يوم، ثاني يوم المريضة تروح داوم مثلا. فالعمليات التجميل العيون والوجه صارت حديثة، مثل ما قلت العمليات تقنيا صارت أفضل. في الكثير من الأشياء دخلت في عالم التجميل حقيقة، بس هذا مو معناته أن احنا نعمل كل شيء. وفي شيء واحد أنا دائما أقوله وتوني قالته في برنامج، يقولهم أنا ما أسوي ما يطلبه المشاهدون. الطبيب التجميل أولا وأخيرا هو طبيب، صح. لازم يشوف الحالة، لازم يكون عنده نظرة جمالية. إذا أنا مرة عندي مثلا موهبة أقوم بإجراء عمليات تجميل، لي نظرة بالجمال، لي نظرة بالوجه. مو معقولة كل واحدة بتيني تقول لي والله قزي مني، سوي مني كبري هذا. لا، أبي نفس فلانة. عفي عليك، ما يصير كذي. ولا تشوفين نتائج العملية على واحدة معاك وتتوقعين النتائج نفسها راح تصير مثلها. فهني توعية الطبيب التجميل للمريض، يعني الكونسلتيشن أو استشارة الطبيب التجميل ترى مثل استشارة الطبيب النفسي. نعم صح. لأن كل المريضات أو المرضى اللي يجون عندهم عقدة معينة، عندهم مشكلة معينة، صار لها شيء ما يحضرنا. مثلا حريم، احنا نتكلم حريم شاي الضحى، حريم عندها مشكلة معينة اجتماعية، تتوقع انها تيح حق طبيب التجميل غيرني سوي اي شيء. لا ياخذ الطبيب هذه نقطة الضعف ويخلي المريضة تقرر تسوي عملية جراحية وهي ليس في النفسية الصح عشان تختار. هني دور طبيب التجميل. وطبعا المبادئ واحدة، يعني انا والدكتورة منيرة مبادئ واحدة، مو اي وحده تي إيه لا تعالي. مثلا يمكن تتكلم منيره عن وايد حالات يونها، مثلا وحده سمينه، نعم. سمينه تقول ابي اشفط. في قواعد عالميه للشفط، نعم. في قواعد، في إيه، واختيار المريض الصح اساس هي لما تطلع النتيجه تصير نتيجه صح. ما تلوم والله تقول انا سويت بس ما نفع. ليش ما نفع؟ طبيبك ما اختار المريض الصح، ما قال لك والله روحي ضعفي مثلا 10 كيلو ورجعي لي. في اساسيات، هو مو قص ولزق. طبعا للاسف يمكن في بعض السيدات افتخار ساره وانه من يضيق خلقها تروح عياده تجميل، يعني قبل اللي يضيق خلقه يروح يسافر يقعد على البحر، لا الحين عياده تجميل. وهذا الشيء بصراحه يعني وايد سلبي، ممكن ياثر عليهم. تكلمنا، بكمل انا على كلامك دكتوره صبريه، ان في اولويات وفي اساسيات لازم الدكتور يسال عنها المريض. البعض يعاني، نفرض ياخذ سيوله، حبوب سيوله، والبعض الاخر عنده سكر. مدى تاثير عمليات الشفط وايضا عمليات حقن البوتوكس والفيلر، تسالونه لازم يوقف العلاج هذا فتره؟ وبعد مره واحده خلنا نسال اكيد في الحامل او المرضع، صح. يعني ابي يعني كلهم ادرجهم تحت اجابه واحده. فعلا احنا بالبدايه مثل ما قالت اختي الدكتوره صبريه، احنا دكاتره ناخذ التاريخ المرضي كامل، نعم. من بدايه من الحساسيات، من العمليات تم اجراءها، في عمليات تتاثر، من عدد الأطفال، ناوية تكمل ياهل ولا لا، خصوصاً في عمليات شد البطن، ترضع ولا ما ترضع، عمليات الثدي ما المفروض المريضة تكون ترضع، ناخذ تاريخ كامل. حتى اللي ينشدون بطنهم دائماً أسألهم في أحد أمك خالتك فيها أورام بالثدي؟ دكتور ايش دخل سرطان الثدي بالشد البطن؟ لا، لأن إحنا كترميم نستخدم الكرشة نفسها نسوي منها ثدي جديد، فإذا أنت عندك قابلية وعندك خطر أن يصير معاك سرطان بالثدي، ليش أنهي الفرصة في ترميم الثدي من البطن؟ فتكون كاملة. طبعا الأدوية نعرف عشان إذا حساسيات، إذا في سيولة في مسيولة. وبعدين شيء مهم عندي أنا، كتلة المريض قبل لا تدخل المريض أو المريضة عندي، الوزن والطول مقيوس، واحسب كتلة الجسم. احنا عندنا رقم 30 حق وزن، اي 30 الكتلة. إذا الكتلة أكثر من 30، كتلة الجسم عبارة عن الوزن على الطول بالمتر بالمربع. إذا أكثر من 30 أقول لها أنا سامحيني ما أقدر، روحي أساعدها، سواء في تروح دكتور تغذية أو تروح تركب بالون، أو إذا سمنة مفرطة تروح تسوي عمليات التكميم. بس ما أشتغل عليها، مو بس لأن الشكل يطلع مو حلو، يعني واحدة إذا سمينة تسوي عملية الشكل يطلع مو حلو، كأنها بطريخ، كأنها برميل. يعني حتى ما أرضى أن أحد يقول أن دكتورة منيرة سوت الحالة الشكل مو جميل. حتى سلامة، لأن السمنة تسبب جلطات في الريل، جلطات في الرئة، التهاب الجروح، تكون السيروما، المواد، الجرح ينفتح. ف
فما ارضى ما اقبلها المريضه، خصوصا هي جايه مو مريضه. نعم. هي جايه بتسوي شيء مو اساسي، مو حياه وموت. مستوى الدم ضروري عندي، اللي دمها اقل من 11 مستحيل ادخلها العمليات. ما في شيء اسمي عندي سويت عمليه حق المريضه واعطيها نقل دم، شيء غير مبرر. لان نقل الدم للطوارئ مو حق عمليه تجميليه بحته. صحيح. بعدين عدد العمليات، احد العمليات بعمليتين. المريض مو مسموح يقعد تحت تخدير كامل اكثر من 4 ساعات. نعم. كل ساعه بعد ال4 ساعات في مخاطر التهاب الرئه وجلطات في الريل. نعم. ودائما اقول، ويمكن هذا الشيء اللي نسمعه بعد عمليات الشفط، يولي مرضى مسويين شفط، حتى الشفط فيه كميه معينه 6 لتر. صح. مو اكثر. يولي مرضى شافطين 12 13 لتر، يعني مسوين 4 5 عمليات في التخدير العام 10 ساعات، ماخذين 4 5 شاشات عمليات كامله. ليش؟ غير ضروريه. انت جايه تسوين تعدلين الشيء، فإذا تسوين الأشياء هذه مضاعفات كثيرة، الشكل مضبوط، الدكتور تركيزه مو حلو، الجسم ما يركز في الالتئام. إذا أنت مع أن الواحد ده بيسوي نفس الشد بطن، يعني خصوصا أن هذا موضوع فاطمة نسائي. صح. والكل يبي يستفيد، تنصحينا فقط يعني يسوي عملية البطن دون عمليات أخرى؟ نسوي عمليات المامي ميك أوفر، أن هي الصدر مع الثدي، إذا أحجامهم طبيعية وأقدر أخلصهم بأربع ساعات أسويهم. أي نعم. فعلا. أما لو واحدة الصدر كبير وايد بنصغره وشافت وعندها البطن وايد وفي فتاق وبنصلح الفتاق، لا، أنصح أني أفرقهم. ما عندي أي مشكلة أن بعد 3 شهور تدخل تخدير كامل ونسوي عملية ثانية. أي نعم. ماكو أي فرق، بس في أمانة، تطلع مصحصحة، تروح تداوم خلال أسبوع، ما في خطورة على حياتك. ما في خطورة على حياتك. هذا أهم شيء. الأهم الصحة بصراحة. صح. يعني أنا استغرب من يعني بعض الأشخاص اللي يعرضون حياتهم للخطر في سبيل أن هي تبي الشكل المثالي. صح. صح. والشكل المثالي أنا ملاحظة أن الموضوع صار هوس. صح. عملية جر عملية جر. صح. صح. عملية والقناعة كنز. صح. بالنسبة لي. صح. صح. والشكل الطبيعي يا حلوة ويا زين. احنا مع الجمال الطبيعي طبعا. حتى لما انا اسوي تكون المريضه اما فاقده كميات رهيبه من الوزن بعد تكميم. نعم. او ولادات. صح. نعدل الشيء مثل ما كان. نعم. قبل الولادات. نعم. اكثر من هو يكون ترميم وتحسين، مو هو تغيير في خلق الله. نعم. دكتورة، يعني ودنا نتكلم عن ما بعد عمليات التكميم. يمكن الكل يعني سمع عن هذا الموضوع ان هالشيء يؤثر على الجلد يعني ويسبب له ترهل. صح. بالنسبه للجسم انا ودي اتكلم عن الوجه. نعم. وهذا الشيء صار وايد ملحوظ. صحيح. قمنا نعرف اذا الشخص مسوي تكميم اي او لا من الوجه. التجاعيد تكون وايد واضحه على ملامح الوجه. فايش كثر العلم والطب صار يواكب هذا الموضوع؟ هل في عمليات خاصه لما بعد التكميم؟ نعم. للوجه خاصه؟ نعم. طبعا بعد فقدان كميات كبيره من الكيلوات بعد عمليات التكميم وتغيير المسار، طبعا في السنوات العشر الماضيه انا اقول الكثير من الحريم او حتى الرجال حقيقه الوجه ينزل بطريقه، لان الوزن نزل بسرعه فالوجه يترهل، وخاصة إذا كانوا ما بين 40 و50. لأن لاحظة اللي ينزل وزنه بين 20 و30 الوجه ما يخترب مثل اللي عمره بين 40 و50. لهذه الأسباب الحين طبعا الناس وايد تقول أسهل شيء فيلر، وأنا يعني يمكن الناس تعرفني بالكويت أنا واحدة عندي عقدة من المواد الدائمة، واشتغلت وايد على المواد الدائمة، وأنا أعتبرها محرمة أصلاً الحين. المفروض في عالم التجميل لا تستخدم المواد الدائمة لأي مكان في الجسم، أنا أعتبرها محرمة. نستخدم الحين حق عمليات التكميم اللي الناس اللي ترهل وجههم، في عندنا عمليات نقل الدهون، وأنا أعتبرها هذه التوب صراحة. ليش؟ لأن تاخذين الشحم من أماكن معينة. لاحظ الناس اللي مسوية تكميم وتحويل مسار حتى شحومهم مو نوعيتها، الكواليتي مو زينة. صح. ففي مناطق معينة عندي أنا أخذ منها، مو أي مكان أخذ منه الشحم وأنقي، وحتى طريقة أخذ الشحم لازم الطريقة، إحنا أنا دائما أقول أدلع الخلايا الشحم على أساس أنها أزرعها في الوجه بطريقة مو طريقة السابقة اللي مالت قبل 20 سنة. الحين الناس يقول دكتورة بس اللي يحطون شحم ينزل، الشحم ما ينزل إذا حطيتيه بطريقة صح. هنا. تبطنين الجلد وليس تكتلين الوجه. هنا. المفروض اللي يطلع من عمليتي اللي يشوف وجهه يقول، ما يقول نافخة وجهك، يقول صغرانة محلوة، بس ما يقول نافخة وجهك، لأن في طريقة جديدة لحقن الدهون، في تعامل جديد للحقن، في شيء اسمه فيس كونتورينج. حتى الاشياء اللي كانت تستخدم سواء كانت سيليكون بالخدود، اللي يحط لي قطعه حق الحنج بيطلع له حنج، هذه الاشياء الحين ما تحتاجينها بتاتا. تحتاجين شحوم
وحلوة الشحوم ليش؟ ملمس طبيعي، تزرعين خلايا زيادة في مكان ما كنتي قبل كنتي تمتنين، فإذا سمنتي يسمن وجهك بطريقة صح، تحطينها في الأماكن الصح، ما تحطينها مثل المخدة كذي لا، تحطينها بطريقة جميلة تناسق الوجه، إنك ما تحسين أن الوجه متفوخ، فمو هي مو عملية الحقن، هي عملية تخطيط شلون احقن الدهون في الوجه. فهذه بالنسبه حق حقن الدهون عندي انا توب صراحه، لان تحسن الجلد ولون الجلد والنضاره وطبيعي وما يكلكع ولا يلتهب، وبنفس الوقت نشد الجلد طبعا والوجه وشد الجفون. يعني هذه العمليات نسويها عاده نسوي فول فيس، والفول فيس دائما لما تطلع نقول مثل اللوحه، تشتغلينها مثل اللوحه وتطلع متناسقه وجميله. دكاتره السؤال متوجه يعني بوجه لكم اثنينكم، تلاحظون الحين في عزوف شويه عن الفيلر وعن البوتكس، يمكن البوتكس نستخدمه ايضا كعلاج اللي عنده يمكن صداع. رفه العين زياده رفة او العين. نعم. صداع النصفي، يعني هو علاج وليس تجميلي. بالفترة الحالية أنا قاعدة أشوف من خلال وسائل التواصل الاجتماعي صار عزوف اللي طالعني الدكتورة صفية تقول يلا قولي، أحس وايد بدأوا يشيلون الفيلر أو المادة الدائمة اللي حقنوها من قبل سواء كان بالشفايف حتى التجاعيد التعبيرية صارت حاليا مقياس جمال، يعني شيء جميل تطلع نقول المشهورة أو حتى أختك صديقتك في وجهها الطبيعي اللي احنا اعتدنا عليه، هذه مراحل العمر لا محال لها، إن خشيتيها في الوجه في أماكن ثانية تبرز. قلتي حقن الدهون أو الشحوم اللي ناخذها من الجسم، إيش كثر مدتها تقعد في الوجه؟ سنة، سنتين، ثلاثة؟ زين أنا بجاوب الوجه والجسم. والجسم طبعًا. أنا بس في نقطة واحدة. أنا ما أدري ليش الحريم لما يبون يجون يسوون تجميل يعتبرون هذا شيء للأبد، هل سنك واقف أنت يعني مثلًا ما راح تكبرين؟ لا طبعًا. أنت أنسشتك الطبيعي اللي الله خالقك إياها. راح تمشين وتكبرين بالكبر الطبيعي صحيح، لو سويت شد وي، لو حطيت ميدار وسحبته راح لو حطيت لو دعمت راح تكبرين صحيح، ولكن في فرق بالكبر. نعم. في شيء اسمه يو ايج جريسفولي، يعني شنو يو ايج جريسفولي؟ نعم. يعني لما تشوفين مثلا اعطيك مثال ليلى طاهر مثلا صغيره جميله، نعم. كبرت صارت أجمل. صحيح، كبرت زياده جمالها موجود. صحيح. هل كنا نفكر احنا في الحين لما اشوف الحريم اللي حاطه مثلا ماده دائمه، الماده دائمه ما تروح، صح، واقفه او اذا وقفت انزلت، بس باقي الوجه قاعد ينزل، صح، هنا يصير التشوه، صح، فانت فكري يعني اضافه الى بعد الهيكل العظمي ايضا يضمحل، إيه؟ يعني بس ان الكولاجين يخف ولا الجلد يترهل، إيه؟ يعني عمليه التجميل عمليه ما توقف عامل العمر، صحيح، عمليه التجميل تحسين المظهر وتاخير الكبر. نعم. يعني انتي ايجينج يعني، واحنا بعد بالنسبه للجسم بعد نفس الطريقه. وعندي مثل دائما نقوله، جرافيتي اولويز وين، الجاذبيه خلق ربك اللي صح. كان موجود مع السنوات نزل وطاح وكبر، فطبيعي اي اجراء انا بسويه بعد 10 سنوات بينزل وبيطيح والجاذبيه تتغيره، هذا معروف اساسا. نعم. فماكو شيء دائم صح، بس احنا بطرقنا يظل تقريبا 10 سنوات. نعم. ودنا نقدم في ختام هذا اللقاء نصيحه اخيره حق كل اللي قاعد يتابعونا بما يخص التجميل، ويمكن احنا من خلال الحوار كان في بعض النصائح، لكن اكيد ختامها مسك من خلال النصيحه اللي راح تقدمونها حق كل السيدات اللي قاعد يتابعونا. ابدي انا النصيحه، انا جايه يعني انا اوجه رساله معينه على موضوع تكلمتوا عنه، الفيلر والحشوات. نعم. انا احاول ابتعد ابتعاد تام عن حشوات السيليكون او حشوات السلاين الموجود فيها الماء. الحين التوجه صار توجه اكثر حق الاوتو، يعني انا ليون اللي نازلين وزن شديد، الثدي مترهل، اقشر الجلد الطبقه الخارجيه من الجلد واعيد تشكيل الانسجه وارفعها كلها، والصدر يظل بدون اي سيليكون مرتفع ومشدود وحلو نفس الطريقه بالنسبه للمؤخره. ما يحتاج نزرع فيها اي شيء، نبتعد عن المواد الصناعيه. ليش؟ نزل تعميم الـ FDA منظمة الدواء والأغذية الأمريكية من حشوات الثدي. نعم. شهر 7/2019 نزل تحذير أن في حالات ريبورتد تقريبا 1000 حالة من 10 ملايين حالة ورم لمفاوي حول الحشوات. هذا الحين من 2011 في حالات قاعدة تنشر، من 2016 بدأت تطلع حالات، الحين كندا شهر 2، شهر 4 فرنسا، شهر 7 استراليا، في تحذير. الحين انا من 2016 اوقع المريضه بعد ما اشرح لها كل المخاطر، ان اذا استخدمتي في احتمال ورم مو بالثدي
حول الغشاء الثدي ورم لمفاوي. فأنصح الحريم اللي مركب السيليكون مو على طول، اللي بعد كم سنة إذا صار تورم مفاجئ، ألم مفاجئ، ورم مفاجئ، تراجع الدكتور دايركتلي، نسوي رنين مغناطيسي وناخذ عينات نتأكد أن الأمور زينة. فنصيحتي خلي الجمال طبيعي، دهن في مكبتنا مثل ما بديتي بداية الحوار. طبعا يعني نفس الكلام وبالضبط الفكرة، يعني هذه يمكن رسالتي بالعشرين سنة خبرتي، الجمال جمال طبيعي. عمليات التجميل ليس لحل مشاكل نفسية. رقم ثلاثة، عرفي وين تروحين، لا تستخسرين. واللي يقول لك العرض عندي عرض، نعم عرض خافي منه، صحيح عرض خافي منه، ليش؟ صحيح. الدكتور نفسه، المواد مو معقول أني أنا راح أستخدم شيء أقل كفاءة حق جسم مريض. نعم. والحين أنا قاعد أقول يمكن من اليوم المواد الفيلر والمواد الدائمة راح تكون محرمة، وخلال 5 سنوات حتى الفيلر راح يوقف استخدامه. إن شاء الله إن شاء الله، لأن الحين قاعد نشوف يعني بصراحة حتى بنات بعمر صغير ما يحتاجون، يعني عمرها 19-18 سنة تقص بوتوكس وفيلر. أنا بصراحة هذا من تأثير السوشيال ميديا عليهم للأسف، يعني السوشيال ميديا وبدون توعية. لو هذه البنت تيني أنا تقول لي أول شيء قبل 21 ما أستقبلهم أنا، فوق 25 ديتني وطلبت مني أني أنا أعمل لها أي إجراء تجميلي في الوجه، أقول لها أنت عندك الحين وجهك ممكن يسعفش بعد 15 سنة، بس إذا بديتي تلعبين فيه بعد 5 سنوات راح تحتاجين إجراء جراحي، فلا تلعبين أنا فيه. ببعد نصيحة أخيرة دكاترة حق الأثر اللي بعد العمليات سواء كان البطن أو صدر، يمكن كثير من المشاهدات يشتكون منه أن الأثر ما يزول بسرعة، في تقنية جديدة تشيل الأثر؟ في تقنيات وايدة. في كريمات، في لزقات السيليكون، في أجهزة فراكشنال سي او 2 ليزر، في تاتو طبي يغير اللون، تاتو الشكل، في أشياء وايدة تخفي الأثر. الشيء الأخير خلايا الجذعية البلازما حقنها تحت السكار، السكار يكون بديع. شيء جميل. شكرا لكم، نورتونا في شاي الضحى. شكرا لك دكتوره صبريه الصالح، نورتينا. وكل الشكر لك دكتوره منيره بن نخري، نورتينا في شاي الضحى. يعطيك العافيه. افتخار كان ختامها مسك مع عالم التجميل والجمال، ودائما نقول يعني اذا كنا محتاجين نسوي هذه الاجراءات التجميليه، لكن اللي مو محتاجه لازم تعزز ثقتها بنفسها وتتقبل نفسها. الثقه بالنفس افتخار هي ان نتقبل عيوبنا ونعرف ايضا نقاط قوتنا. والاجمل هذا كله ما اللي يحبكم يحبكم بالصغر في الكبر في جميع طلتكم. أترككم في أمان الله ونشوفكم إن شاء الله باكر. أنا وزي بنتي فاطمة أبو حمد في حلقة جديدة. مع السلامة. مع السلامة.